احنا دلوقتي في مشروع ماشيين فيه ان احنا نعمل برج على النيل بارتفاع يعني 190 متر، يعني ارتفاع 63 طابق، هيبقى مجموعه فنادق، وده بانتصار طبعا باكثر ربحيه من صناعه الصحافه والاعلام. عندنا ايضا مشروع عندنا في برضه شركه استثمار قريه سياحيه في منطقه مرسى علم على البحر الاحمر. وعندنا زي ما الله مشروع المدرسه، عندنا مشروع مصنع الورق ومصانع اخرى في الاحبار والالواح الطبيعيه. ننزل قاعدين جنبه عشان نحاول نعرفهم مخيطين يعني معين دكتور. وانا اتمنى ان هم يكونوا على قدر المسؤوليه بانه يكونوا كفاءه ليك يعني. على ان الهيئه ستفتح المجال امامكم مع مؤسسات صحفيه متنوعه للنظر في امكانيه التعاون المباشر والثنائي بينكم وبينها. الهيئه العامه للاستعلامات يشرفها قبولكم دعوتها للحضور الى مصر، الا انها يعني احب اؤكد ان انتم في مؤسسه يعني صحفيه عميقه، ستزورون بعدها مؤسسه الاهرام، هي احد برضو المؤسسات الصحفيه العريقه. وانا واثق ان لغه التخاطب ولغه التفاهم بين مؤسساتكم الاعلاميه والمؤسسات الاعلاميه المصريه ستكون مباشره، وسيكون دور هيئه الاستعلامات هو اتاحه هذا اللقاء يمكن لاول مره، لكن بعد كده ممكن اللقاءات تكون مباشره بينكم. هذا فقط ما اردت التاكيد عليه وتوضيحه واحنا في مؤسسه الاخبار اليوم العربي. لكن انا عندي وجهه نظر ان احنا دلوقتي في توسع في الصحافه الرقميه وتوسع في الفضائيات، وان الاعلانات بتتجه للصحافه الرقميه والفضائيات في الخارج، لكن عندنا في مصر لحد دلوقتي الصحافه المكتوبه بتستحوذ على نسبه كبيره مع التلفزيون من سوق الاعلانات. انا اللي عايزه عشان نعمل نتفق على مجالات محدده ان يبقى في زياره ويبقى في مجموعه عمل نحدد على وجه نعمل بروتوكول نحدد فيه الموضوعات اللي هنتناقش فيها ونعمل فيه اكشن بلان للمجالات بتوقيتات زمنيه بالالتزامات تجاه كل طرف علشان يبقى التعاون فعال مش مجرد. يعني اخر حاجه يقولها ان هو برضو كان قبل ما يمسك مؤسسته كان برضو محلل صحفي في البدايه، هو تحت رعايه سعاده السفير والهيئه العامه للاستعلامات وترشيدهم وتوجيههم على اتم الاستعداد ببناء علاقه تبادليه ما بين اخبار اليوم وما بين مؤسسته في شكل تعاون مشترك بينهم. كلامنا بصوره عمليه وبصوره واقعيه. 刚才那个主席先生已经提到，在刚才在隔壁啊，已经提到三个方面的一个合作。أشار الأستاذ ياسر وإحنا في مكتبه إلى ثلاث أو أربع نقاط لأوجه التعاون المشترك ما بيننا. وهو يعني بيطري على الثلاث جوانب اللي حضرتك اشرت اليهم ومعجب جدا بيهم وبيشكر حضرتك على ان انت اثرتهم. مش عاوز يعرف نفسه او يعرف المجموعه بتاعته لانه تقريبا هو سعاده سفير عرفها الاستاذ ياسر ويعني حد يدخل في المجموعه. هو من خلال كلام السيد ياسر هو يعني عنده شعور كبير جدا بان في فرصه كبيره قوي للتعاون المشترك ما بين مجموعته وما بين جريده الاخبار اليوم. احنا بنشترك في حاجات كتير منها المنتجات الثقافيه بتاعتنا من جرايد ومجلات وكتب وكلام من ده، ففي عامل مشترك ما بيننا احنا الاثنين. وعندنا ادوات التطور التكنولوجي وادوات التطور عن طريق شبكه الانترنت، فالحاجات دي هتساعدنا ان احنا بالنسبه لينا احنا كمجموعه فاحنا تخطينا حاجز ان احنا نستثمر في مطبوعات وجرايد. 第三个呢，我们都不满足于仅仅做报纸，大家都在做那个产业的，就多方面产业的投资。 فاحنا بنفكر بشكل قوي ان احنا يعني ننطلق انطلاقه اخرى بعيده عن الحاجات المطبوعه
ويبقى في شكل اكبر للتطور. هو بيتكلم على الدخل بتاع المؤسسة بتاعته، فهو بيتكلم في 10 مليار جنيه ده دخل المؤسسة بتاعته. 其中有超过一半已经不是来自于报纸的广告和发行。 أكثر من 50% منهم مش جاي من خلال الإعلانات ولا الجرايد. 所以如果那个消息日报集团如果有兴趣的话，我想我们也会动员更多的那个中国的企业到埃及到消息日报来考察。 فلو جريدة الأخبار اليوم مرحبة إن أنا أجيب معايا ناس في مجالات تانية ونعمل أورينتيشن هنا على السوق عموما وعلى جريدة الأخبار اليوم بشكل خاص، فده شيء يشرفني. أنا يعني شغوف جدا بالثلاث نقاط اللي أثرهم الأستاذ ياسر بخصوص التعاون ما بيننا. إيجن دفاع يجب ليرون دخلتو ليرون دخلتو المحتوى. أول نقطة من النقاط كانت تبادل المحتوى. 如果消息日报在中国派出同事在中国，常驻的话，上海报集团非常乐意，特别在上海，在华东，我们提供我们尽可能的帮助。 فهو على أتم الاستعداد في إن هو يكون الشريك المناسب لحضرتك هناك في شنغهاي أو في جنوب الصين في غوانغدونغ. وهم عندهم جريدة تصدر باللغة الإنجليزية ومجلة تصدر أصلاً أيضاً باللغة الإنجليزية، فهو على أتم الاستعداد بأنه يتم تبادل ما بينكم في الجريدة الإنجليزية والمجلة الإنجليزية. ولو حضرتك على استعداد بأن أنت تبادلوا نفس الفكرة، أن أنت تتبادل معاه في المحتوى اللي موجود في جريدة حضرتك، فهو على يقين بأن المجموعة بتاعته هتكون مرحبة جداً بالفكرة. نتكلم دلوقتي على النقطة الثانية اللي هي التعاون في المجال الإلكتروني أو المجال الصحافة الرقمية. الصحافة الرقمية ديجيتال زي ما هو اتكلم مع سعادة السفير في إنه هو محتاج زي هيئة العامة للاستعلامات محتاج شوية معلومات يعني بخصوص الموضوع، استعداد إن هو يتم التبادل حتى لا يعني عن طريق الاستعارات التي تصدر عنده باللغة الإنجليزية. الجزء الثالث من التعاون كان بخصوص تبادل الخبرات وتبادل التدريب المشترك ما بين العاملين في المؤسستين. بالنسبة لمجموعته المشكلة الكبيرة لا تتمثل في الإنجليزية ولا في اليابانية ولا في الفرنسية، المشكلة الكبيرة تتمثل في اللغة العربية. فهو على أتم استعداد إن هو يعني هو حابب إن أنت تساعده في النقطة دي. هو على أتم استعداد إنه لو في فرصة حضرتك تتيح له بإن هو يبقى في تبادل مشترك على مستوى جامعة أخبار اليوم، أكاديمية أخبار اليوم والمجموعة عنده، بحيث ان هو يتم تدريب فيها بعض الصحفيين او يبقى في تبادل مشترك على هذا النحو يعني.